وقال وزير الخارجية سامح شكري إن المباحثات مع وزير خارجية كينيا ألفريد موتوا أتاحت الفرصة لاستعراض تاريخ المفاوضات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة والنقطة التي تم الوصول إليها. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني، ثمن شكري تفهم الوزير على الأهمية الكبيرة التي يشكلها نهر النيل لمصر والاستعداد الدائم لمصر مع أشقائها الأفارقة للتعاون والتشاور المرتبط بمياه النيل. المباحثات الموسعة أيضا والمباحثات المنفردة الفرصة لي لاستعراض تاريخ المفاوضات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة والنقطة التي وصلنا إليها التي لم تؤتي بثمار هذه الجولات الطويلة، ووجدت تفهم من قبل معالي الوزير الأهمية الكبيرة اللي بيشكلها نهر النيل لمصر، وأيضا الاستعداد الدائم الذي تبديه مصر في التعاون مع أشقائها الأفارقة وفقا لمبادئ القانون الدولي والممارسات الدولية المرتبطة بالأنهار، وأن مصر لم تعترض في أي وقت من الأوقات على استخدام مياه النيل من أجل التنمية طالما اقترن ذلك بالتفاهم لشركائنا أشقائنا الأفارقة بضرورة الإخطار المسبق والتوافق والضمان لئلا تؤدي أي مشاريع لأي أضرار بالغة على دولتي المصب.